بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحضور الكريم، يشرفني اليوم أن أرحب بسيادتكم في هذا الحدث الفريد الذي قامت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي والتكنولوجيا الطبية بالإعداد والتجهيز له بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية للهيئة في شهر مايو 2021. وكانت هذه التوجيهات تشمل الآتي: أن يكون في الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2020 مع إنعقاده سنويا الموافقة على مسمى المعرض والمؤتمر باسم أفريكا هيلث إكسبو، وأن يكون متماشيا مع رؤية مصر 2030 والتي تدعم الاتحاد الإفريقي للتنمية، وأن يكون منصة حوار بين الدول الإفريقية لتبادل الخبرات فيما بينها، كما يراعى التنسيق مع الشركات العالمية للمساعدة في وضع حلول للمشاكل الصحية على مستوى القارة الإفريقية، والذي تتسق أهدافه مع محاور أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 في سعيها لتعزيز التنمية المستدامة للشعوب الإفريقية، والتي يمثل أحد روافدها الأساسية توفير حياة صحية آمنة للمواطنين. ويعد إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد أحد الآليات التي تبنتها الحكومة المصرية في مسار تطوير منظومة الرعاية الصحية من خلال الاطلاع بدورها في إرساء مبادئ التكنولوجيا الطبية وتعزيز إجراءات حوكمة توفير احتياجات القطاع الطبي وتوطين صناعة الدواء، وبما يضمن استدامة خدمات الرعاية الصحية وفقاً للمعايير الدولية والوصول العادل والآمن لها لجميع المواطنين. وكانت توجهات سيادتكم للهيئة بعمل احتياط استراتيجي آمن للدولة في جميع الاحتياجات الطبية، أجهزة، أدوية، مستلزمات، معامل، بالغ الأثر في عبور أزمة كورونا ومواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على سلاسل الإمداد والتموين على مستوى العالم. وكان من نتائج الشراء المجمع للهيئة الحصول على الاحتياجات الطبية بأعلى جودة وأفضل الأسعار وتوفيرها لجميع مستشفيات الدولة في جميع المحافظات بنفس مستوى الجودة، مما يحقق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين على قدم المساواة. ومع تزايد الاتجاه العالمي نحو الإقليمية والتي أصبحت أمراً مصيرياً وبصفة خاصة بين الدول الإفريقية التي تتشابه في ماضيها وحاضرها وتطلعاتها المستقبلية، تتبنى الهيئة المصرية للشراء الموحد نهجاً متسقاً يسعى لإقامة روابط وعلاقات إقليمية تهدف إلى تحقيق منافع مشتركة وتكامل متوازي بين الشعوب الإفريقية، وبصفة خاصة في مجال أنظمة الرعاية الصحية والصناعات المرتبطة بها. ولا شك فإن هذا المنتدى يعتبر أولى الخطوات العملية نحو بلوغ التكامل، ويعتبر نافذة لعرض إمكانيات الدول الإفريقية الشقيقة، مما يعزز من حركة التجارة البينية بينها، فضلاً عن إمكانيات جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الرعاية الصحية، والذي يعد الأكثر نمواً بين القطاعات الاقتصادية بالدول الإفريقية. وإلى سيادتكم بعض الإحصائيات المتواجدة داخل المعرض والمؤتمر: عدد المسجلين على منصة المعتمر والمعرض والمؤتمر الإفريقي الأول إلى الآن 35,000، أكثر من 350 شركة محلية وعالمية في مختلف المجالات الطبية، أكثر من 800 متحدث من جميع أنحاء العالم، 280 محاضرة وجلسة علمية، 24 مؤتمر علمي، 20 ورشة عمل، برامج علمية معتمدة للأطباء،
المتدربين من الدول الإفريقية ومصر، ومنحهم شهادات تدريب معتمدة من كلية الجراحين الملكية بإنجلترا والجمعية الإفريقية للتعليم الطبي المستمر. كما سيتم انعقاد أكبر مؤتمر لأمراض القلب كارديو أليكس بمدينة الإسكندرية في الفترة من 7 إلى 9 يونيو، مكملاً للتخصصات الطبية المقامة في هذا المعرض والمؤتمر. وتتعهد الهيئة المصرية للشراء الموحد بألا تدخر جهداً بالتعاون مع شركائها في إنجاح هذا المنتدى ليكون نبراساً ينير الطريق نحو مزيد من الفعاليات والمشروعات للارتقاء بالأنظمة الوطنية للرعاية الصحية ومتطلباتها. وأخيراً أتوجه بالشكر لدولة رئيس الوزراء والسادة الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية والجامعات والجمعيات العلمية المصرية وجميع الشركات المشاركة دولية ومحلية والشركة المنظمة للمعرض والمؤتمر. كما أتوجه بخالص شكر للسادة وزراء الصحة الأفارقة ورؤسيها الآت الإفريقية والعربية لحضورهم الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.